السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد نصيف المحاور، باحث في الكتاب المقدس للرد على أعداء الإسلام مما يعتقدهم. معانا اليوم ماجي خزام. ماجي خزام بتتطاول على الإسلام وبتقول عليه دين جنسي. معانا اليوم 17 مقطع فيديو، تعال نشوف كده دين ماجي خزام بيبقى إزاي ونرد عليها. إلي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل. هي أول مرة بتقول له إياها، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرن إلى الكروم، لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هناك أعطيك حبي. إلي واشتياقه، وتعال يا حبيبي لنخرج للحقل. أليس هذا المعتقد من كلمة تعال يا حبيبي لنخرج للحقل تشجيع للبنات على الهروب من البيت والهروب مع عشيقها يباتوا في الحقول؟ أليس هذا تشجيعا؟ مش المفروض إن كل الكتاب موحى به من الله ولا إيه؟ أهو الموحى به من الله بيشجع البنات الصغيرة إن هي تهرب من البيت عشان تبات في الحقل مع عشيقها. أنتوا فاكرين الحب ولع في الدورة؟ الحب ولع في الدورة، طلعت نبوءة مستلة من كلام ماجي خرام قال الحب ولع في الدورة لأنهم بيباتوا في الحقل ويطلعوا العشيق مع العشية. خدوا بالكم العشيق هنا هو الرب عندهم، وده باعتراف ماجي خزام في الفيديوهات القديمة في شرحها لنشيد الإنشاد. والعشيقة هي النفس البشرية اللي هم المسيحيين والمؤمنين، وهي هتعترف في الكلام ده كمان في الفيديو الجاي، هتبين كل الكلام ده. هل أزهر الكرم أو تفتح القعال، هل تفتح هل القعال؟ الرمان، هناك أعطيك حبي. هناك أعطيك حبي. ساعة ما تيجي في الحقل أيوة هأعطيك حبي. يا ماجي خرام أنت ليك يا عين تتطاولي على الإسلام وتقولوا عليه دين جنسي ودينك كله عبارة عن هروب عشيق مع عشيقة ويباتوا في الحقل هيباتوا في الحقل يعملوا إيه يا ولية؟ اسمعوا الفيديو الجاي. هي أول مرة بتقول له، كان يناديلا هون، قالت له هي تعا يا حبيبي لنخرج للحقل ولنبات في القرى. فنخرج للحقل ونبات في القرى، كمان القرى هي حياة الريفية، هي حياة منا سهلة مثل حياة المدينة، متوفر لهم كل شيء. الحياة الريفية أو القرى معروف عنها أن هي حياة صعبة، هي كمان الطريق الضيق الصعب اللي بيفوتوا فيه أتباع الرب، الضيق الصعب اللي بيفوتوا فيه أتباع الرب. الفيديو اللي فات ده في نوع من انواع تجريء البنات، تجريء البنات على العشق، وعشق خد بالك مش جوزها، لسه ده لسه في فترة الخطوبة، تجريء البنات على الهروب مع العشاق والبيات في الاراضي الزراعية. حب ولع في الدورة. ها المفروض ان الكتاب ده موحى به من الله وصالح للتعليم. ماجي بتقول يا حبيبي لنخرج الحقل، تعا يا حبيبي لنخرج للحقل ولنبت في الكرة. البت لما اتجرأت قامت قايلة لمين؟ قايلة لعشيقها. مين العشيق عندهم؟ اللي هو الرب، الرب بتاعها. الحقل ونبات في القرى، كمان القرى هي حياة والكلام اللي انا قلته لكم ان الكلام ده اصلا المفروض عن الاله عندهم او عن اتباع الرب عندهم. قالت ماجي، كمان الطريق ماجي قالت الضيق الصعب ان دول اتباع الرب، أتباع الرب. اتباع الرب اي ان الكتاب بتاع ماجي ده كتاب المدعو المقدس بتاعهم بيعلم اتباع ربهم ازاي تعمل العشيقه مع عشيقها. وخدوا بالكم اللي متجرأة العشيقه مش العشيق، العشيق يعني مسكين، العشيق ده اللي هو الرب بتاعهم، مسكين يعني لبخه 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 ما يعرفش. مش خبره ماجي، خبره يا ماجي، يا ماجي يا خبره. انا عارف ان انت مصدوم، الفيديو الجاي هياكد لك جدا ان العشيق في النص ده هو الرب بتاعهم والعشيقه هي النفس البشرية. بس الفيديو الجاي فيه كارثة، ان النفس وهي طالعة للرب بتاعهم هتقول له ايه؟ يا ريتك، بتقول للرب، للرب يا ريتك اخويا اللي راضع صدر امي. ايه ده؟ النفس البشرية بتقول لعشيقها اللي هو الرب بتاعهم يا ريت ليتك كأخ لي الراضع ثدي امي. وليكم عين تتطاولوا على الإسلام يا ماجي خرام. اسمعوا الفيديو الجاي وركزوا قوي في الكلام اللي بتقوله. وما بعد الحياة على الأرض هي خلاص النفس انتقلت لفوق. فهون شو بتقول له؟ هي طالعة لفوق بطريقة قبل ما تموت، موت الجسد،
وتطلع عن النفس تلاقي ربه فوق، فبتقول له ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي، يموت الجسد. وتطلع عن النفس تلاقي ربه فوق، فبتقول له ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي. يا خبر ابيض على الكلام، ماجي خرام بتقول كلام ما ينفعش يا اتباع الاسلام، ثم تهاجم الاسلام وتقول عليه دين جنسي. بقى الرب عندك يا وليه، يا وليه النفس البشريه تقول للرب عندك يا ريتك يا اخويا اللي راضع صدر امي راضع ثدي امي يا اخ. ايوه ما هو الرب عندهم بيرضع، انتوا ناسيين ان الرب عندهم بعد ما اتجسد كان بيرضع، كان بيرضع وبعد وقبل ما يتجسد، ما هو النص ده المفروض قبل ما يتجسد كان برضه بيرضع، كان برضه بيرضع، اله بيرضع يعني، المفروض طبعا تجهزوا له الرضعه بدل ما انت بتتطاولي على الاسلام وبتتهم الاسلام بالجنس، لا المفروض تروحي تجهزي للرب بتاعك الرضعه عشان تديها له بدل ما بدل ما يرضع من بره، مش احسن ما يرضع من بره؟ جهزي له انت الرضعه يا ماجي ورضعيه انت بدل ما تخليه يرضع من امك، لا رضعي الرب بتاعك انت. الكلام اللي انا بقوله ده انا اللي قلته ولا هي اللي قالت؟ هي اللي قالت كل كلمه، انا عليا بس ناقل ومفسر لما تقول بس. يا جماعه في ايه؟ في كارثه. الفيديو الجاي ده كارثه. ماجي خوذان اللي بتتهم الاسلام بالجنس بتقول ان العشيه اللي هي البشريه بتكلم الرب بتاعها بتقول له يا ريتك اخويا الرادع ثدي امي فاخدك ودخلك البيت، عشان اخدك عشان الناس بقى لما اخدك كده وادخلك البيت، ما هو عاشقها، عشان لما اخدك وادخلك البيت الناس ما يلومونيش يقولوا اه ده اخوها داخل معاها البيت، اتاري عاشقها، يخشوا طبعا ويقفلوا الباب ويعملوا حاجات وحشه. ايه يا محمد اللي انت بتقوله؟ لا مش بس كده، ده ماجي خرام بتقول لك يا ريتك يا اخويا الرضع ثديين امي هاخدك وادخلك البيت وامي تعلمني اعمل معاك ايه؟ ايه العيله المنفلته دي؟ الفيديو جاي والله ان اللي هتعلمها اللي هتعلمها تعمل ايه مع العشيق بتاعها امها، امها عيله، عيله منفلته، هتاخد عشيقها وتدخله جوه وامها تعلمها ازاي تسقي العشيق من سلاف رمانها. ايه رمانها؟ صدرها يا فندم. فاكرين الاغنيه بتاعت يا بت جملك هبشتي والهبشه جت في العبايه رمان دوشني خلى فطوري عشاي، فاكرين الاغنيه دي؟ الاغنيه دي بعض الناس اعترض عليها انها اغنيه اصلا جنسيه وبيتغزل في مفاتن المراه. ده الاغنيه موجوده في نشيد الانشاد، موجوده في نشيد، بلا اقول لكم ده الاغنيه دي حلوه شويه كده وما فيهاش الالفاظ اللي زي نشيد الانشاد. قولي يا طهره قولي. فبتقول له ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. بالله عليكم هذا الكلام الذي تقوله ماجي خرام التي تتطاول على الإسلام وبتتهمه بالجنس، الكلام ده مش بيحرض على الرذيلة؟ الكلام ده مش بيحرض إن البت تتجرأ وتجيب العشيق وتدخل؟ إيه يا عم ده وكل الناس اللي بره قرود يرفعوا قرود، الكلام كده كأنك بيحرض على القرود. واخدك وابوسك وأم دخلك بيت أمي وأمي بقى تعلمني إزاي أسقيك، ازاي اظبطك؟ بالله عليكم ده دين؟ ده معتقد؟ يا ماجي خراب تتطاولين على الاسلام وانت معتقدك بيرفع قرون قرون بيحرض على التعريض، ايه يا عم ده؟ ايه المعتقد ده؟ لو كان عندكم ذرة من العقل لرفضتم هذا المعتقد ولا ما تطاولتم على الإسلام، ولو كنتم أصلا في دينكم وخليتكم في ربكم اللي بيرضع ده اللي عايز يرضع والولية اللي عايزة تبوسه وتاخده في الأوضة وتقفل الباب وأمها تعلمها تعمل إيه، كنتوا خليتكم في هذا المعتقد ما كانش واحد زي العبد الفقير لله فضح دينكم بكتابكم. يا ماجي ايه ده؟ ايه المعتقد اللي كله اكس 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 لارج ده؟
وسمعته قالت فاسقك من ايه؟ من الخمر الممزوجة، يعني كمان خمر، يعني هتاخده في الأوضة وتقفل عليه. قلنا ماشي، وكمان فيها خمر، كمان فيها خمر. أنا بقى مش عارف، أكتابكم يحض على الطهارة أم يحض على الإزازة والديها؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هتسقي من خمر؟ هتسقي الرب بتاعها خمر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وليهم عين يتطاولوا على الإسلام؟ في الفيديو الجاي البعض ممكن يفتكرني إن أنا بفسر من عندي، لا يا فندم، اللي هيشرب الخمرة يسوع، يسوع باللفظ، وهي اللي هتقول اللي هيشرب الخمرة، واللي عايزة تبوسه يسوعهم، واللي عايزة تسكره يسوعهم، واللي عايزة تحضنه أمام الناس ويا ريته هو اللي رضع من ثدي أمها يسوعهم، أربهم المعبود عندهم. هتصطلوا هتصطلوا. الكلام اللي أنا بقوله ده البعض ممكن يقول لي أنت جبت منين الكلام ده يا محمد؟ اسمع الفيديو الجاي وركز قوي، وهي بتعترف إن كل الكلام اللي فات ده عن يسوع عندها. علمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلافي رماني. فبتقول له وهي طالعة معه، هي الصرخة اللي بتصرخ النفس العاشقة للرب يسوع. نعم نعم يسوعكو، عايزه تسطل الرب بتاعكو، تسطل يسوعكم. لا، وبقول لك وهي والنفس طالعه هي الصرخه. خد بالك، ركب انت الجمل دي، عشيق وعشيقه وفي بينهم صرخه، والعشيقه عايزه تاخده الاوضه وتقفل عليه بالباب وتقعد مع بعضه. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ده دين لا مؤاخذه ولا موقع؟ هو ده دين ولا شقة؟ هو ده دين ولا بيت؟ يا عم ايه ده؟ انت بقى يا ماجي، انت كماجي، انت يا ماجي كده كماغي. ألا ترين أن هذا المعتقد الإكس إكس 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 إكس، ألا ترين أنه معتقد أصلا يحرض على الدعارة، يحرض على الفجور، يحرض على الجنس؟ ثم تيجي تقولي ان الاسلام يحضه على الجنس؟ انا مش عارف ايه العمى اللي انتوا فيه ده. ما هذا العمى؟ ما هذا الاله الذي حرضكم على الفحش، حرضكم على دخول الغرف والبيوت وقفل البيبان وشرب خمره والدنيا بزراميط؟ ان لم تستحي فاصنع ما شئت. آخر جملة كانت بتقول اللي بتصرخها الصرخة، بتصرخها النفس العاشقة للرب يسوع. الصرخة اللي بتصرخها النفس العاشقة، الصرخة دي إيه؟ الصرخة دي إيه؟ وألم إيه؟ ألم إيه؟ أكيد دي ألم النص بتاع حبيبي مد يده من الخرب فأنت عليه أحشائي. في الفيديو الجاي انتوا مالكوا يا وحشين يا مسلمين؟ انت مالك يا محمد يا نصيف يا وحش؟ انت مالك مش عاجبك ان الكلام ده، او تشك ان الكلام اللي فات ده كله عن الرب يسوع؟ ايوه، ما احنا لازم نشوف منكوا كده يا وحشين، لان اسم الرب يسوع هو كل الحلقات اللي فاتت دي كلها عن ربهم يسوع. يعني كان لازم يموت ويتصلب ويتضرب من اجل اسمه. اسمعوا كده الفيديو الجاي. أنه اسم الرب يسوع للمبشرين فيه وللعاملين فيه ولأتباعه بصدق بقوة. هو بيضل الناس في، هو مجال سخرية من الناس، بيضل بيلطم وصولا للصلب والموت من أجل اسمه. على فكرة انتوا لازم فعلا تبقوا مجال سخرية للناس. سمعت ماجي قالت ايه؟ ان اسم الرب عندهم واتباع هذا الرب واتباع العشيقة واتباع المعشوق واتباع بتوع شرب الخمرة واتباع الدخول والجري ورا بعض والبيت في الحقول والبيت الهروب بقى وتروح تبات مع عشيقها في الحقل. كل الكلام ده يا ماجي فعلا والله هو محط سخرية منكم. هذا الكلام يجعل منكم محط استهزاء. هذا الكلام يجعل منكم محط يفكر فيكم تفكير مش كويس خالص. لكن انا واحد من الناس كمحمد نصيف، يعني والله وبالله وتالله لولا تطاولكم على الاسلام وتطاولك على الاسلام كان انا مالي، انا مالي تعبدي حتى تعبدي بطل افلام بورنو، انا مالي.
تعبدي حتى لو هتعبدوا اعضاء الرجال والنساء، انا مالي، ماليش دعوه. وعلى فكره بالمناسبه دي، في ناس فعلا في اسيا بيعبدوا اعضاء الرجال، في والله ناس كده عندهم عباده يعني. فلو انتوا عبدتوا الدرجه دي، انا ما كنتش هتدخل فيكم، انا ما كانش ليا دعوه. اعبدوا اللي تعبدوه، ان شاء الله تعبدوا حتى باروكه، باروكه النسوان، ماليش دعوه. لو تعبدوا اعضاء الرجال والنساء، ماليش دعوه. بس إذ أنكم تطاولتم على الإسلام، تحملوا عاقبة فعلكم. لولا أنكم تتطاولون على الإسلام وتتهمونه بما ليس فيه، والله ما فضحنا معتقدكم. إيه المعتقد ده يا ماجد؟ وليك عين تتطاولي على الإسلام؟ ليك عين بعد هذا الكلام تتطاولي؟ يقول لك قال بنصير محط سخرية حتى تصل الدرجة أنكم تتصلبوا في فداء لربكم. يعني طب ما ربكم اتصلب خلاص، انتوا يعني جبتوا جديد ومحط سخرية؟ نعم، أنتم محط سخرية، وأنتم اللي جبتوا لنفسكم كده، وأنتم اللي تستاهلوا، استحقوا ما جرى لكم. في الفيديو الجاي ماجي خرام بتقول لك إن الصرخة بقى دي بتاعت النفس، الصرخة، صرخة العشيقة من ربهم العشيق، الصرخة دي اللي كانت في العهد القديم قبل تجسد ربهم يسوع. بتقول كده إن الصرخة دي صرخة مين؟ اللي بيحكي الوحي، النبي عندهم سليمان. طبعًا والنبي سليمان بريء من هذا الكلام يعني. بيقول لك ان الرب عندهم، المعذره سليمان عندهم، لما قال ليتك، كان بيتكلم الرب عندهم بيقول له ليتك كاخ لي الرضع ثدي امي. اصبح مش العروس، ده اصبح سليمان، وده تحريف في المتحرف. معنى كلمه ان النفس تكلم الرب عندهم وتقول له يا ريتك اخويا اللي راضع ثدي امي، دي معناها انا عايز اشوفك يا راجل، يا راجل. معنى ان النفس البشرية بتقول للرب عندهم يا ريتك اخويا اللي رضع ثديين امي، ده معناها كده انا عايز اشوفك. ايه الكلام، ايه التحريف في المتحرف ده؟ اسمعوا الفيديو الجاي. فالنفس هون، هي الصرخة اللي كانت بالعهد القديم قبل مجيء المسيح، بتقول له ليتك كأخ لي الرضع ثدي أمي. وكأنه سليمان حب من عشقه للرب الإله قال له يا ريتك كان فيني شوفك. يا شيخة، يا شيخة، يا شيخة، معقولة؟ معقولة كده لما يكلم الرب عندهم، بيكلم الرب الإله بيقول له يا ريتك كنت راضع من بتوع أمي، دي معناها يا ريت فينا أشوفك. هو أنت مؤاخذة، معلش معلش، هو الرب بتاعكم ده ما بيتشافش يا ماجي إلا وهو بيرضع؟ يعني هو ما بيتشافش غير وهو ماسك الثديين؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هي بتقول باللفظ وبالنص، يعني بتقول من عشقه للرب الإله من عشقه لربهم، قالت له، قال له ايه؟ قال له يا ريتك كان فيني شوفك. يا ريتك فيني شوفك، دي معناها يا ريتك كنت بترضع من ثدي امي. والله العظيم. ايه يا فندم، لا مؤاخذه، انت الرب بتاعكم، الرب بتاعك ما ينفعش يتشاف الا وهو ماسك ثديين. طب ده بقى بالله عليكم، ده اله ايه؟ ده اله، هنحط درج الكلام ده ان الرب بتاعهم ما بيتشافش اللي هو ماسك الاثداء، اثداء النساء، درج الكلام ده تحت التصنيف، يتحط تحت تصنيف ايه؟ يحط تحت التصنيف الجنسي طبعا، يتحط تحت تصنيف السكشوال انتركورس، العلاقه الجنسيه، يتحط تحت تصنيف ايه؟ يتحط تحت المواقع، استغفر الله العظيم. الكلام ده انا اللي قلته، الكلام ده اللي قالته ماجي خرام اللي بتتهم الاسلام بالجنس وانه دين جنسي، سبحان الله. في الفيديو الجاي لما ماجي بتشرح بتقول لك هو النفس البشريه بقى لما قعدت تقول للرب انا عايز اشوفك وتعالى ارضع بقى ثدي امي، ايوه، قام الرب عندهم قام عامل ايه؟ قام فعلا متجسد وقام قايل لهم انا جيت نورت البيت. اسمعوا، شهوه كانت كبيره بالعهد القديم للانبياء اللي عشقوا رب الاله، ايضا الملوك اللي مشوا ومجدوا الرب الإله أنهم يشوفوه، لذلك كانت تتمت الحياة مع الرب والعلاقة معه أنه هو يتجسد بيسوع المسيح. قال لهم جيت بيسوع المسيح، قال لهم جيت. الرب عندهم تجسد بيسوع المسيح وقال لهم جيت، جيت، أنا جيت، أنا جيت يا جماعة، أنا جيت. إيه ده؟ إيه ده؟
الاله اول ما قعدوا ينادوا تعالى بقى وتعالى امسك ثدي مش عارف مين وعايز ابوسك في بقك واخدك ادخلك البيت. جيت انا جيت يا فندم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا المعتقد؟ ما هذا المعتقد؟ الرب عم تجسد عندهم في يسوع المسيح يا عيني. ومسألة المسيح، المسيح براء من كل هذا الكلام. نحن نعتقد أن كل هذا الكلام كلام تأليف لا علاقة له بالدين ولا علاقة له أصلا بالوحي. قال لهم جيت. أول ما في الفيديو الجاي، أول ما قالوا له ليتك كأخ لنا رضع ثدي أمهاتنا، قال لهم جيت. هو ليه قال لهم جيت على طول؟ ما هو سمع فيها ان ثدي، لما سمع فيها ثدي وسمع فيها رضاعه تقريبا نزل على طول، قال لك يا عم يلا هيصه بقى. ليتك يا اخي الرضع جيت، انا جيت. وفين؟ فين الناس اللي عايزه تكشف هنا؟ قال لهم كده. هو ده الاله؟ هو ده الهك يا ماجي؟ لا. وفي الفيديو الجاي برضه هتقول لك ده يسوع ده اخونا وابونا وابن عمنا وقاربنا ومش عارف مين. ايوه، وام متواضع الاله؟ أم متواضع. ليه يا فندم بقى اتواضع؟ عشان يرضع من ثدي النسوان. الإله بتتكلم في الفيديو الجاي عن الإله، الرب خالق السماوات والأرض تواضع. ما ينفعش تقول إن الإنسان تواضع، لأن كده كده الأصل في الإنسان التواضع، لكن ده بتقول لك الإله، أيوه تواضع، أيوه عشان ينزل على الأرض، أيوه ويرضع من ثدي النسوان. ايه اللي بتقوليه ده؟ اسمع، ليتك كأخ لي ألا أجيت. وكان المسيح هو أخ، هو الابن للرب الإله، هو ابن الله، وهو اللي عطانا البنوة. الرادع ثدي أمي أيضا تنازل لطبيعتنا البشرية ورضع من ثدي امرأة. الإله اتنازل، اتنازل وتواضع لطبيعتنا البشرية عشان يرضع من امرأة. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. يبقى المفروض من صفات الإله الحق، المفروض من صفات الإله الحق الرحيم العظيم القادر الغفور السميع. الإله بتاع ماجي خرام من صفاته الرضع. هيبقى من أسماء، من أسماء إله ماجي خزام الرضع يا فندم. ايه يعني ايه يا فندم الرضع دي؟ يعني من صفات هذا الاله انه رضاع يا فندم. ايوه، وده بيقول لك ليتك كاخ لي الرضع ثدي امي. ده مش الواحد بس، لا ده كل البشريه، هيقعد يرضع من كل البشريه وشغلها مرضعه. فمن صفاته انه رضاع، رضاع ما عندوش حاجه غير الرضاعه. ومن اسمائه اسم الرضع، ده اله حق. قولوا لماجي خرام خليك في ربك اللي بيرضع، اعملي له رضع، خدي رضعي. خدي يا ماجي خرام ربك رضعيه ولا تتطاولي على الاسلام. مالك انت ومال الاسلام يا عابدة، يا عابدة الرضاع، مالك انت ومال الاسلام؟ تتهم الاسلام بانه جنسي ليه، وربك شغال ترضيع وتفعيص ومش عارف ايه في ثديي النساء وفي اثدائي النساء. البنوة الرابعة تجزي أمي أيضا تنازل لطبيعتنا البشرية وردع من ثدي امرأة. اتنازل لطبيعتهم البشرية ورضع لثدي امرأة. يا ريته ما تنازل، يا ريت ربكم يا ماجي ما تنازل عشان ما يقضيهاش رضاعة. يا ريته، يا ريته، يا ريته كان عمل حاجة مفيدة. في الفيديو الجاي ماجي، انت غلطانة يا ماجي، انا مش معاكي في الفيديو الجاي. بتقول ان اللايف ده او الفيديو اللي انا اللي احنا عاملينه في التعليق على نشيد الانشاد هيكون الاقل في المشاهده. ليه يا فندم؟ علشان خاطر ان الفيديو اللي جاي هو فيه نوع من انواع التعرف على الرب الاله، التعرف على الرب الرضاع، التعرف على الرب الرضاع عندهم يعني، فهيكون اقل نسبه مشاهدات. لا يا ماجي كلامك غلط، انا ما وافقكش الكلام ده. اصلا فيديوهاتك كلها في نشيد الانشاد بالاخص مع العبد الفقير لله هي اكتر المشاهده. هي اكتر نسبه مشاهدات. ما تقلقيش يا ماجي، معايا انا اللي هنشر لك الفيديو ده بالاخص، مش هخليه اعلى، مش هخليه اوطى نسبه مشاهده، بل هخليه اعلى نسبه مشاهده. قولي يا طهره، قولي. النشيد. وانا متاكده يمكن يكون هذا
اللايف الأقل مشاهدة، لأنه قلة اللي حابين يعرفوا أساسا عن الرب الإله ليعيشوا معه. بتقول لك ان الفيديو ده بالاخص هيبقى اقل نسبه مشاهده، ليه يا فندم؟ ما عشان ده اللي للنسبه القليله اللي حابين يعرفوا عن الرب الاله. كلامك غلط يا ماجي، ده احنا كلنا عايزين نعرف الرب الرضاع ده ونشوفه هو بيرضع، وخصوصا وهو ماسك ثدي امك، وهو في ثدي امك كده عايزين نشوف ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل من هذا الخلبوص. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مع العبد الفقير لله ما تقلقيش، هتشوف اللي عمرك ما شفتيه وعمرك ما سمعتيه طول ما انت بتتطاولي على الاسلام. يعني اللي عايز يعرف الرب الاله عندها بالفيديو اللي فات لازم يقرا نشيد الانشاد ويتدبره. يا مسلمين ويا غير المسلمين، افتحوا اكتبوا على جوجل نشيد الانشاد 7، نشيد الانشاد كله، واقرأوا هذا الكلام. هل هو علاقة مع الله ام قناة شمال؟ أم كأنك فتحت مجلة شمال؟ إيه ده؟ يعني ما أنا مش هقول الألفاظ اللي اتقالت إيه؟ غير التقبيل بالفم والأوضاع جنسية كتير. وفي حاجة تانية أكدت عليها ماجي في الفيديو اللي فات، إن فعلا الغالبية العظمى من أتباع ملة ماجي خزام لما بيلاقوا شروح في دينهم أو تفاسير لكتابهم بيهربوا منها، لكن لما بيلاقوا مثلا هجوم على الاسلام او شبهه في الاسلام او طعن في الاسلام بتبص تلاقوهم كده كده داخلين يشوفوا ايه اللي في الاسلام، من ايه؟ ايه اللي في الاسلام من كذب؟ كذب على الاسلام؟ ايه اللي في الاسلام؟ شبهات على الاسلام، لكن ما يعرفوش دينهم ابدا، دينهم ده ما حدش يعرف عنه حاجه خالص، سر سر من اسرار دينهم الا يعرف عن دينهم. ما هو اللي بيعرفوا عن دينهم بيتركوا هذا الدين، كثير جدا جدا من الولاد والبنات بالأخص تركوا المعتقد المسيحي بسبب نشيد الإنشاد، بسبب هذا النشيد تركوا هذا المعتقد. في الفيديو الجاي انتوا فاكرين لما قالت ليتك كأخ لي الردع ثدي أمي فاخدك في البيت ومحدش يشوفني وابوسك؟ أيوة، وأمي تعلمني ازاي اسكت الخمر الممزوجة من سلاف رماني. من أمها؟ من أم؟ عشان ما يطلعليش بقى واحد ولد نصراني دلوقتي يقول لي لا لا انت بتتكلم كلام كده مفيش دليل ان الكلام ده عن الكنيسة وانها عن الرب وانها. باعتراف ماجي، الام اللي هتعلمها ازاي تسقي هذا العشيق من سلاف رمانها خمرة هي الكنيسة. كنيسة هتسقي مين يا فندم؟ هتسقي الرب بتاعهم خمرة؟ اسمع، وهي تعلمني أيضا الكنيسة هي اللي بتعلم الناس، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف. هون يعني هي عبارة عن نبوءة من العهد القديم للجديد عن مجيء الرب بطريقة بشرية. أيضا هون نفس الإنسانية بآخر مرحلة تصرخ للرب بتقول له جبت كلام من عندي، ومجيء الرب عندهم بطريقة بشرية. طبعا ده كلام كذب شوية، ان الرب عندهم هينزل في صورة البشر. اول يا اخويا الرب عندهم اول ما ينزل في صورة البشر ايوه تقوم النفس العشيقة، خد يا حبيبي ايه، تعال حبيبي نخش الاوضة، نخش البيت واقفل عليك واسقيك خمرة، هتسقي الرب عندهم وتشربوا خمرة. خمرة؟ تعالى بقى عشان اشربك كده خمره واسقيك من الخمر الممزوجه من سلاف رمان. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول لكم لن تجد اساءه كما اساء هؤلاء القوم لربهم ابدا، مش هتلاقي اساءه زي كده ابدا. اعلى اساءات ستجدها من هؤلاء العباد للبشر، ماجي خرام، زكريا بزرط، وحيد ابو شنب تخين، وحيد القرن، رشيد العبيط، لازم تجد هؤلاء اكثر الناس الذين اساءوا لرب العالمين. بتقول ايه؟ تعلمني ادم اللي بتعلم. بتقول لك ان ليتك كاخ وام، وام تعلمني اسقيك الخمره اللي تعلمني الكنيسة. يعني الكنيسة هي اللي هتعلمك ازاي تسقي الرب بتاعكم خمرة من سلاف رمانك؟ يا فهي مؤاخذة مؤاخذة، هي الكنيسة دي بيت عبادة ولا بيت؟ هي لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة، هي يا ماجي خراب، هل بيت عبادتكم بيت عبادة ولا بيت دعارة ولا بتأوضع شمال؟
يا خبر ابيض يا خبر ابيض. اما بيت العباده هيتعلموا فيه خمره، انا مش عارف هيبقى فيه كمان لف تقريبا في البيت عندهم، بيت العباده ده يبقى فيه لف، لف عارفين لف ولا شم؟ ايه يا عم الدين، ايه الدين ده؟ المعذره على حتى دي، ما هذا الفكر، ما هذا الفكر؟ حتى شوفوا بتقول ايه. يعني هي عبارة عن نبوءة من العهد القديم للجديد عن بتقول لك الشيء. ان دي الكلام ده كله نبوءة من العهد القديم للعهد الجديد، ان الرب عندهم هيجي. يعني انتوا خلاص الرب عندكم ترك الحكمة، ترك الحكم، ترك الكلام الجميل، وقعد يتكلم يقول انا هاجي والعشيقة هتاخدني البيت وتاخدني وتشربني خمرة، والكنيسة تعلمها ازاي تسقيني خمرة. فين الحكمة؟ فين الوحي؟ فين الوحي يا ماجد؟ تتطاولنا على الإسلام؟ أيوة أنا عايز بقى، عندي سؤال، فين الوحي؟ فين عندكم الوحي؟ ممكن تقول لي فين الوحي في الكلام ده؟ هتعترف بقى في الفيديو الجاي الرب بتاعها لما تاخدها أمها اللي هي الكنيسة وتعلمها إزاي تسقيها خمرة. شماله يا فندم هتبقى تحت راسها، ويمينه، لا شماله تحت راسها ويمينه بتعانقها. عشيق، عشيقة، خمر، بيت، بيت مقفول، قبلات، أحضان، ثديين، ثديين ها، ورضاعة، وتفعيص، وأوضاع جنسية. إيه اللي أنت تفهمه كإنسان؟ دعك كإنسان لا تؤمن بدي، هتفهم من الكلام ده. اسمع بتقول إيه؟ هون شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، أحلفكن يا بنات أورشليم ألا توقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. انت كإنسان منصف، خليك منصف وعاقل، لما تسمع عن الكلام ده والأوضاع دي والأحضان والقبلات دي والرضاعة والثديين وما أجمل رجليك وفخديك وثدييك ودواير فخادك و و و و وتبص تلاقي الكلام بيقول لك إن الكلام ده كله هي علاقة بين عشيق وعشيقة. ايه اللي انت تستخيله ويدخل عقلك وذهنك بصراحة وبكل انصاف، وخصوصا لما تعرف ان العشيق ده مع العشيقة بعد ما يخشوا ويقفلوا الباب ويشربوا خمرة هتقوم شماله تحت راسها ويمينه بتعانقها. ايه ايه؟ عشيق وعشيقة وعروس وعروسة وجوه البيت وفيها احضان، الكلام ده يقبله عاقل انه كلام روحي وروحاني وبيخاطب النفوس. يا عم طب ما يعمل علاقه بين ام وابنها، يعني تنزلا تنزلا، ولا يليق ان يوصف الرب سبحانه بعلاقه بشريه اصلا، سواء اب وابنه او ام وبنتها وما الى ذلك، بس تنزلا. لو كان جاب العلاقه دي بين ام وابنها مش كان هيبقى افضل من كده؟ مش كان هيبقى في نوع من انواع القبول لهذا الكلام، انه مش كلام جنسي، كلام محرض على الزنا او كلام محرض على الشذوذ او كلام محرض على الجنس، صح ولا انا غلطان؟ البعض ممكن يظن ان لا يا محمد ده مش علاقه بين عريس وعروسه وعشيق وعشيقه. امال ايه يا فندم؟ لا يا عم ده دي ممكن تكون اي علاقه تانية. في الفيديو الجاي بلسانها هي هتعترف ان العروس هي اللي بتقول للرب بتاعها تحت الشجر يا وهيبة. ايه ايه تحت الشجر يا وهيبة؟ نبوءة عن تحت الشجر يا وهيبة في الفيديو الجاي. العروس شو بتقول؟ تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. الأم نرجع منقول هي الكنيسة، فلما بتقله للعريس وين معظم المسيحيين وغير المسيحيين من اللي قبلوا الرب هن تعرفوا عليه بالكنيسة. ايه ده؟ معقولة في نبوءة عن تحت الشجر يا وهيبة؟ تحت شجرة التفاح. أيوة قاعدة بقى العشيقة، وخد بالك قالت الإيه؟ العروسة بتتكلم عن الرب بتاعها. تحت شجرة التفاح شوقتك. تحت شجرة التفاح شوقتك. تحت شجرة التفاح أنا قاعد مرتاح. فين الوحي يا فندم؟ فين الوحي؟ فين الوحي في تحت الشجر يا وهيبة؟ هناك خطبت لك ثم قالت أمك، كارثة،
هناك خطبت لك أمك. لا مؤاخذة، هو المفروض كتابكم ده ماجي كتاب هداية ولا كتاب خطبة؟ خطبة خطبة يعني ولا ايه النظام؟ هو ده، لا ده هو ده 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 كتاب ان احنا نهتدي، ولا مأذون، ولا احنا دخلنا عند مأذون شرعي؟ يعني المشكلة ترك هذا المعتقد وهذا الفكر وما عليه، وبتهاجم الإسلام وتقول عليه دين جنسي، يعني ألا تعقلون؟ يا عم شوفوا للرب بتاعكم عروسة وجوزوه وارتاحوا منه ومالكوش دعوة بالإسلام. اعملوا له فرح ولا حنة ولا أي يبقى أي حاجة، ولا شربوا زيت خروع، مالكوش دعوة بالإسلام. لكن لو عايزين تهاجموا الإسلام مفيش مشكلة، وسنفضح دينكم بلسانكم وبكلامكم، سواء انت ولا زكريا بزرط ولا رشيد ولا وحيد ولا بل ازرق، بفضل رب العالمين. الام الكنيسه تخطب لمين يا فندم بقى؟ الام اللي هي الكنيسه بتخطب لمين؟ بتخطب للرب بتاعها. ايه؟ ايه؟ ماجي خرام بتقول لك ان الكنيسه بتخطب للرب. جيب له عرايس بقى، صور بقى، عرايس بقى، تتجوز انه الرب وخلاص بقى. الرب قام عامل ايه؟ سكت؟ لا، قام نازل بسرعه. ما هو نزل عامل زي ما يكون واحد مثلا في بلاد بره متغرب وشغال، امه تقول له ايه؟ انا جبت لك عروسه، يقوم ينزل عشان يشوف العروسه. هو ده الرب بتاعكم؟ هو ده الرب بتاعكم يا ماجي؟ يا ماجي هو ده الرب؟ الرب عندكم نزل عشان يشوف العروسه؟ خبر ابيض. الام هي الكنيسه. بص، بتقول للعريس، لما بتقول في عندنا عريس وفي عندنا عروسة، وأم العروسة اللي هي الكنيسة تخطب لمين؟ تخطب للرب بتاعهم. حتى هي بتعترف إن معظم اللي اتعرفوا على ربهم وجم عشان يتجوزوه ويخطبوه كانوا في الكنيسة. المعظم زي إيه؟ زي أنت لما بتروح، حتى بيقولوا ان في التراويح، شوف شوف، حتى هجرب لكم مثال عملي. في التراويح، صلاة التراويح، النساء امهات الشباب بيخطبوا لابنائهم فين؟ من البنات اللي جايه مثلا تصلي التراويح. صح. هو احنا بس بقى الاسلام عندنا المرأة او الام ما بتخطبش للرب عندهم، لا ده بتخطب لابنها. هم لا، هم عندهم بيروحوا يصلوا زي عندهم بقى صلاة التراويح بقى، بيروحوا يصلوا علشان الأم اللي هي الكنيسة تخطب لربها، مش تخطب لابنها، تخطب لربها. تيجي تشوف له عرايس، تشوف له عرايس بقى وعروسات، الله المستعان. في الفيديو الجاي هي بتعترف بنفسها، يا جماعة بيخطبوا لمين؟ بيخطبوا للرب بتاعهم، والرب بتاعهم احنا قلنا المسيح بريء من كل هذا الكلام، لكن احنا بنتكلم على بما يعتقدهم. الكنيسة عندهم هتبقى أم المسيح، أم الرب بتاعهم الكنيسة، وبتخطب له، بتخطب له، أنا جايبه لك يا ابني شوية عرايس، إنما لوزي اللوز يا عم، ده دين ده، وده عقل وفكر ومنطق. لا مش بس كده، ده هتعترف في الفيديو الجاي بتقول إن بولس عندهم عامل زي المرة اللي بتولد الولادة. وين معظم المسيحيين وغير المسيحيين من اللي قبلوا الرب هن تعرفوا عليه بالكنيسة المرة الأولى، أو لهم طريق على الكنيسة بالمعمودية. فالكنيسة تعمل كأنها هي أم المسيح اللي عم تخطب له بنفس الطريقة. قال الرسول بولس، قال أنا اليوم ولدتكم، هو كأنه شبه حاله بالأم اللي بتولد. بولس بقى عامل زي المرة اللي بتولد. بولس عندكم الأكبر رسل المسيحية يا ماجي، شبهتوه بالمرة اللي عمالة بتولد. طيب بقى يا ماجي، أنا شايف إنك مالكيش دعوة بالإسلام وتروحي تجيبوا المية سخنة، يعني المفروض أنت بقى مالكيش دعوة بالإسلام وتروحي تولدي معاهم، شدي ولا أي حاجة، ولا تطبطبي عليه وهو بيصرخ، المهم يعني صح ولا إيه؟ تتركي هجوم على الاسلام وتروحي للنفساء، النفساء اللي هي رسولكم دي، تروحوا تطبطبوه ولا تجيبي له ميه سخنه وفوط وكلام من ده. سمعتم اول ما قالت ماجي خرام بتقول ايه؟ معظم اللي اتعرفوا على الرب بتاعهم اتعرفوا في الكنيسه، اللي رايح كده يبقى رايح عشان يتجوز مين؟
جوز ربهم. وانت رايح، وانت رايح كده عنتيل كده، برسوم، انت خد له برسوم، برسوم هيجيب معاه من الاخر، طالما هم بقى يروحوا يتجوزوا في ربهم، برسوم ده يعني حته تقيله بقوه 100 حصان. وادوا له برسوم، هيريح ده. مش ح... من بعد برسوم مش هيدور على عريس تاني ابدا، هيكفيه برسوم. أو إلى عن طريق بتقول عبد كمان المسيح ايه؟ المعمودي، المسيح اللي عم تخطب له ام يمسك. الكنيسه هي ام المسيح اللي عماله بتدور له على، بتدور له على عروسه. الله المستعان. في الفيديو الجاي انت فاكركم كده هيخطب واحده اتنين وخلصت؟ لا 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 لا، ده ما بيبطلش. هذا الاله بتاع ماجي خرام بلاعه عرايس، عايز يخطب كل البنات، مش فاضي، مش فاضي الراجل، ترم الترم الترم ورا بعضه. الكلام ده اللي انا بقوله، لا هي اللي هتقوله، هي اللي هتقوله ان هو مش عايز يبطل، سيسكت، عايز يخطب واحده واثنين وثلاثه واربعه، فالنتين، عامل فالنتينو فيها بقى، عامل لي فيها روميو. اسمع، هناك خطبت والد الكنيسة، بتضل طالبة لساتهم ولادين ولساتهم عم يخطبوا له، بدهم عروس، بدهم أنفس جديدة وعروس جديدة للرب. سمعت اللفظة بتقول ايه؟ بدهن عروس جديدة للرب. يا جماعة انا يطلع، اوعى حد يطلع لي يقول لي لا الكلام مش عن الرب. سمعت هي بتقول ايه؟ بدهن بيدوروا على عرايس لربهم، عرايس يسكت، مش جابت له اتنين تلاتة خمسة، مش يسكت بقى يشرب خروع ويسكت، لا عايزين عرايس بالكوم، عايز عرايس وعرسان، عايز عرسان غير برسوم، شوف له برسوم كده وحتة تقيلة نبعتها له عرسان، يمكن يسكت بقى. انت لما تسمع الكلام ده، وعرايس وعروسات وقبلات واحضان وشماله وفوق راسه ويمينه وخمره، هتفهم ايه؟ ورب عمال بيدور على عرايس، هتفهم ايه؟ ورب بيبوس يقبلني الرب بقبلات فمه، هتفهم ايه؟ ودواير فخاد وثدين، هتفهم ايه؟ ولما تلاقي بيقول النص كلوا واشربوا واسكروا ايها الاصحاب، هتفهم ايه؟ ولما تسمع بيقول لك ثدياك كالعناقيد وانا اصعد للعناقيد وامسك بالعناقيد وارضع، هتفهم ايه؟ بالله عليك هتفهم ايه؟ هتفهم ان ده كلام روحاني، ولا هتفهم ان الكلام فيه علاقه جنسيه بينهم وبين الرب بتاعهم، او بينهم وبين بعضهم، او بين ايه ده؟ ايه ده؟ لا ما هو ماجي خرام بتقول لك ان الاسلام بيحرض على الجنس، انت متخيل؟ وبتقول لك ان التعدد في الاسلام زنا، انت متخيل؟ أنا بقول لكم هؤلاء القوم لا يرون بعين العقل أبدا، ولا يرون بعين العفة أبدا، ولا يرون بعين الطهارة أبدا، وإنما يرون بعين الدعارة، وإنما يرون بعين كتابهم. زكريا بطرس في فيديو من فترة، أنا كنت لسه عامله من كام يوم، إن زكريا بطرس بيشوف تشريع معين في الإسلام إنه جنسي. ليه؟ لأنهم تربوا على تربوا على إله في ثديين النساء، تربوا على اله رضاع من اثدي النساء، تربوا على اله بواس بتاع بوس بيطلع عشان يمسك في المش عارف مين للنساء، لانهم بيتكلموا بخلفيتهم هم، بيتكلموا بالخلفيه بتاعتهم هم، مش بيتكلموا بالخلفيه او بالشروحات الحقيقيه. الان انا الان جايب علاقه ايه؟ الان علاقه بين عريس وعروسه، الكلام اللي انا ده جبته من عندي، اما اجي هي اللي اعترفت بيه، اعترفت بيه ان الرب عندهم بيدور على عرايس، الكلام ده من عندي ولا ما جه؟ ما جت اعترفت بيه ان الرب بتاعهم بيرضع في اثدي النساء، الكلام ده من عندي؟ لا من عندها هي، يقبلني بقبلات فمي، من عندها هي، الاحضان من عندها هي، شرب الخمر من عندها هي، انا ما جبتش حاجه من عندي، انا بس وضحت بعض الرموز. في الفيديو الجاي هيوضح كل كلامي. طبعا هي اعترفت ان الكنيسه هي الام اللي عماله بتخطب للرب بتاعهم وبتدور له على عرايس. العروس اللي هي البشريه بتكلم الرب بتاع ماجي، بتقول له حطني خاتم على ساعدك، حطني على قلبك، لان المحبه نار، نار يا حبيبي نار. لساتهم ولادين ولساتهم عم يخطبوا له، بدهم عروس، بدهم انفس جديده وعروس جديده للرب. بتقول له العروس لما بتطلع على السماء، اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت.
لأن المحبة قوية الحب ولع في الدورة، والهي يا بنت الحب ولع في الدورة. ده كلام يقال في حق الله، في حق الإله الحق، يتقال له حطني على دراعك وحطني على قلبك لأن المحبة قوية كالموت. بالله عليكم هذا كلام يليق بالله؟ هو ده المعتقد. في الأول خالص بتقول لك إن الكنيسة ولادة عمالة تولد 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 إيه؟ تولد عرايس جديدة للرب، مش قادرين يلحقوا، عمال عرايس عرايس عرايس، جايبه له بقى ألبوم كبير بقى، دور على العروسة اللي أنت عايزها عشان تكفيك. مفيش حاجة مكفياه، مفيش حاجة مكفياه. بص الكلام حتى الآن كمان، ده الكلام ده مش بس في الدنيا، لا ده بيقول لك، بتقول له العروس لما بتطلع للسماء، العروس دي اللي هي مين؟ نفس البشرية عندهم أو البشر. حطني خاتما على قلبك. حطني خاتم على قلبك، يعني ختم، عارف الختم؟ حطني بختم على قلبك. أيوه، كخاتما على ساعد اختم كلام المحبة. اختم لي هنا في عضلاتك. شفت العيال اللي بيعملوا هنا وشم؟ بتقول إن النفس بتقول للرب اللي هو عارسها، حطني اعمل دق 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 اسمي هنا، دق الاسم بتاعي هنا، او دق الصورة بتاعتي هنا. الرب، كلام للرب يليق يليق في حق الرب. لا حول ولا قوة الا بالله. المحبة قوية موت موت موت. الله المستعان. انت لو كنت خليتك في دينك يا ماجي خرام وما كنتش ليك دعوة بالاسلام، ما كانش واحد طلع زي حالاتي كسر عينك وكسر دينك وكسر عين الرب اللي بتعبديه بعينك انت وبكلامك انت. الفيديو الجاي كارثة كارثة. الرب بتاعهم ساب كل حاجة، ساب الأسئلة الحسنة والجميلة والحكمة والملك و و و، وبيطرح سؤال قوي 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 قوي. بيقول ايه الرب بتاعهم؟ بيقول لنا أخت صغيرة ليس لها وركان، ليس لها فديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ اعملوا لها سيلوكون يا ماجي. الأصدقاء هون شوفوا شو بيقولوا بآخر السفر، بيقولوا لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان. ثديان قلنا هن الكتاب المقدس، عهدين قديم وجديد. هن سمعتوا ماجي بتقول ايه؟ لنا اخت، ليهم اخت صغيرة ملهاش بتوع، ملهاش بتوع، حطوا بقى قطن، حطوا حاجة. فماجي قامت بتقول لك الثديان هون الكتاب المقدس. بس انا بقى عايز كل المستمعين يركزوا في الكلام اللي جاي ده، لما يقول لك كده واحد منهم، واحد من اتباع زكريا بزرط، يقول لك لا ده الثديين دول البتاعين دول اللي البت ما عندهمش بتاعين، ده الكتاب المقدس، العهد الجديد والعهد القديم. لما اجي انا اكلم واحد مسيحي بعد كده، اول ما حد هيقول لي الثديين العهد القديم والعهد الجديد، هقول له هات كتاب، هات اثداء ربك، هات لي بزاز، هات لي الثدي القديم والثدي الجديد، افتح لي الثدي القديم كذا والثدي الجديد كذا. ما تقوليش بقى الكتاب بتاعكو ثم، المفروض ما تسموش الكتاب المقدس كتاب مقدس، سموه الثدي المقدس. اي والله بكلامها هي، المفروض نسميه كده الثدي المقدس. ليه؟ ما هي اللي قالت لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، يعني ليس لها كتابان، عهد القديم والعهد الجديد، الكتاب المقدس هو أصبح الثديين. افتح لي يا ابن الثدي القديم، مشيت كده السفر كذا اصحاح كذا، افتح لي يا ابن الثدي الجديد، انجيل كذا اصحاح كذا عدد كذا. انا اللي جبته من عندي، نشيل بقى الكتاب المقدس ونحط مكانها الثدي المقدس، عشان تعرفوا حتى التفاسير مش جايباه، مش التفاسير لا تنصفهم، حتى التبريرات اللي بيبرروها هي تبارير وتبريرات سمجة ملزقة، مش ظاهرة، مش راكبة على بعضها، مش راكبة على بعضها. واحد بيقول لهم لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، تروح يا فندم تعمل سيليكون، ودي نبوءة شكلها نبوءة عن السيليكون أصلا، تروح تنفخ. ده يبقى في كلام الرب ليه؟ 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 الله المستعان. رسالتي الآن لكل المسلمين اللي بيقولوا يقولوا لي رد على فلان ورد على علان، يا فندم اتعلم انت ورد، ما تنتظرش غيرك يرد، لا اتعلم انت وادرس انت واقرأ انت ورد كل مسألة انت. محمد نصيب مش هيقدر يرد على كل الموجودين،
لا، اتعلم انت دينك ثم اتعلم معتقدهم ورد عليهم مما يعتقدهم. قول لي مش دارس، اقول لك ادرس. مش قارئ اقرا، مش فاضي افضل. واضح؟ النقطة الثانية لأصحاب المال، يا أصحاب المال يا أصحاب الوسائط، اجتهدوا في إنكم تعملوا قناة لرد أكاذيب هؤلاء الكذبة على الإسلام، سواء زكريا بطرس، ماجي خرام، نشيد، نشيد إيه؟ ماجي خرام، رشيد، رشيد خلتها نشيد، حلوة، تصدق ممكن بدل ما رشيد حمامي، نشيد حمام، حلو حلو. تعلموا وتشغلوا لنا قناة أو انتجوا لنا قناة ترد كذب هؤلاء الأكذاب على الإسلام بس من معتقدهم هم. بالمناسبة البعض بيقول لي إيه؟ طب أنت كده ما ردتش على مثلا، هي بتلقي شبهات على الإسلام وبتقول على الإسلام جنسي. أنا من النوع اللي برد عليهم بكتابهم هم. يعني مش أنت بتقول الإسلام دين جنسي؟ أنا بقى هبين للناس الجنس الصح من أي دين. هل هو من الإسلام أم من دينكم أنتوا وكتابكم أنتوا وتعاليم ربكم أنتوا؟ فانا مش بس رديت عليك، لا ده انا قصفتك من كتابك، قصفت معتقدك ايضا من كتابك، والله المستعان. لا تنسونا من صالح دعائكم، خد الفيديو ده فضلا الاخوه الاكارم جميعا، خد رابط الفيديو حطوه عندها في الصفحه عندها وفي صفحات المتطوعين على الاسلام عشان يشوفوا الرب بتاعهم الرضاع ده، يجيبوا له بزازه ولا ببرونه ولا يجيبوا له لبن صناعي وريحنا بقى ولا كده. وخدوا الفيديو وانشروه بين اصدقائكم، اشتركوا في القناه، خش القناه شاهد ما فيها من فيديوهات قناتي بالعربي محمد نصيف المحاور. لا تنسونا من صالح دعائكم، فعل الجرس، ضروري 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 تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لا تنسونا من صالح دعائكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.